ساعتها قدمنا اول طلب عشان نعمل زياره. احنا بنتعامل مع ناس مختلفه جدا، ناس فيري بروفيشنال زي ما بيقولوا، احترام بالغ وفعاليه افشنسي. اسمح لي يا فندم اوجه كلمه للضيوف معانا، للناس اللي حضروا معانا رحله مصنع حلوان مقطع عادل. احنا مش جايين عشان نتفرج ونصور يا جماعه ونفرح، احنا جايين سفر المصنع 200 100 واحد 100 اكونت على فيسبوك. لما احنا هنقول احنا رحنا مكان الفلاني وشفناه احسن مليون مره من اي اعلان او ملايين بتدفع علشان توقع البلد. لما رحنا قلنا هنعمل رحله لمصنع حلوان للطيارات اتشتمنا، اتقال واحنا مصر في عندها مصنع حلوان؟ لما قلنا مصنع دبابات ولسه الارسال في التعليقات اتشتمنا، انتوا بتضحكوا علينا؟ انا ما بردش على حاجه زي كده، هيتقال سوري في اللفظ انا اسف، هيتقال ان انتوا بتطبلوا. مش احنا اللي نرد. لو الدوله عملت مليون اعلان مش هيساوي ان انت تكتب وتقول على صفحتك على اي وسيله تواصل انا كنت في المصنع، انا شفت، انا لمست. ارجوكم كونوا سفر المصنع 200 لو سمحتوا. صح يا مصر.